نحن اليوم قلبنا القاعدة، رح نحكي عن الرجل لما يهمل نفسه بعد الزواج. عدة أسباب بتخليه يهمل نفسه. أولها غيرة المرأة. تفاصيل كلها رح نعرفها بعد شوي معي أنا سزدال بهي وهو. أما هلأ خلونا نتعرف على ضيفنا، أو هو صديق البرنامج، الأخصائي الإكلينيكي أحمد الملا. خلينا نرحب في الموسيقى. تفضل. الأخصائي الإكلينيكي أستاذ أحمد الملا، مرحبا مرة ثانية بالاستوديو عالصيف. يا أهلا وسهلا، مشكورين على الاستضافة. شو أخبارك؟ تمام؟ الله يسلمك. الحمد لله. أول شيء أنت قبل الزواج طلع لك كرش مبين. بعد الزواج أنا متعشي وجايكم. قد إيه كان وزنك؟ متى قبل الزواج؟ كان وزني 90. أوكي. وبعدين صار بالتدريج 115. 115، وشو السبب؟ الحين 105. 105؟ ايه، يعني عملت دايت. يعني قاعد ينزل. لا مو دايت، ايه يعني دايت. اوكي اوكي. وشو سبب؟ هل الطبخ ولا روتين البيت؟ سبب صحي. سبب صحي. يعني ما اخذت الزواج؟ لا 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 لا، ابدا ابدا. مش الزواج على فكره، تميت انا بعد الزواج يمكن 4 أو 5 سنوات. زين، الوزن كان طبيعي، ما له علاقة أبدا. أوكي. بس الأسباب صحية، ارتفع الوزن والحين قاعد أرجع أنزله مرة ثانية. طيب هلا أستاذ أحمد الملا، قبل ما ناخذ، في عنا كم اتصال ناس عاشت هذه الحالة. خلينا نحكي بالطريقة الاجتماعية العلمية. في تقرير، خلينا قبل ما نحكي عن نفوت بالتفاصيل، خلينا نشوف هذا التقرير اللي عدوه الإعداد عنا عن الرجل وتغيير مظهره بعد الزواج. خلينا نشوف التقرير. تعرفوا عجبني هذا التقرير عن جد. إجمالا الرجل على طول بينتقد المرأة، شوفي فلانة، لك أنت كيف صرتي، كنت زمان أحسن، والاتهامات. بس هل ترى المرأة بتقدر تقول للرجل هذا الكلام؟ أوكي، أول شيء خلينا نتفق على القاعدة الأساسية بالزواج، أن القاعدة الأساسية بالزواج هي أو الحب بين الزوجين مو مرتبط العفو مو مرتبط في المظهر الخارجي بالدرجة الأولى. مزبوط. ممكن يكون بالدرجة الثانية، بالدرجة الثالثة، بس بيلعب دور. بس طبعا يلعب دور كبير. ما نختلف، خاصة عند المرأة أكثر من الرجل. الحين الزوج هل المفروض أنه يتأنق ويتزين لزوجته؟ لازم. لازم، يعني حتى حق زوجته لازم يتأنق ويتزين. يعني فسر لي اياها، يتأنق ويتزين يعني مو ميك اب. يعني مثلا يعني ما يحط ميك اب، يعني مثلا يلبس زين، يحلق زين. بالبيت ولا برا البيت؟ يعني المرأة وين تسوي مكياجها، صالون ولا بالبيت؟ لا، انه هو اللي وين يتزين، بالبيت ولا برا البيت؟ يعني بالدرجة الأولى داخل البيت حق زوجته. اوكي، إيه بالدرجة الأولى، لأن في الإنسان بشكل عام عنده مراحل عمرية، ولها كل مرحلة لها متطلبات. الزواج احنا نقول بعمر 25 27 24، هذا العمر. في الغالب العمر هذا حاجة الشخص الطبيعية نفسيا هي الحاجة لأنه ينتج. الإنسان يكون منتج اجتماعيا، يبدأ يحاول يبدع في حياته، يحاول يشوف الجيل الجديد من أبنائه. ما يكون اهتمامه مركز أكثر على المظهر الخارجي. ونفس المبدأ يكون للزوجة، يعني هو عند زوجته، يعني هو يشوف زوجته بهالمنظر هذا. لو غاب هذا الشيء مو معناتها غياب الزواج، مو معناتها الطلاق، مو معناتها انفصال، لا. لو صار هذا الشيء بالعكس، هذا ممكن يقوي العلاقة، اللي هو تأنق الزوج انه يكون يعني مرتب قدام زوجته. طيب هلا سيدة شافت زوجها، انا وصل لي هلا مسج وحطته هون بالكارت. إيه؟ عم بتقول صح، انا بموت لما زوجي كان يروح بالقطرة والعقال، لأنه هو ببين كتير حلو فيهم والدستاسة. ولما يطلع برا كم عمرها؟ ما مش كاتبة، ما أدري كم عمرها، مش إيه؟ كاتبة. إيه؟ بس هي ناخذ العمرين، بتحس بالغيرة القوية. إيه؟ لأنه بيطلع حلو فيهم. ممتاز، ناخذ العمرين. لو عمرها تحت 25، تحت 25 ما أقصد بيوم، لا إحنا قاعد نتكلم 23. إيه يعني زائد ناقص سنتين. لو كانت تحت 25 إيه طبيعي إنه تغار الغيرة هذه أو تخاف. لو فوق ال 25 لا، يصير مو طبيعي. يعني العمر هو المقياس ولا الثقة بالنفس؟ لأن العمر اثنين، لأن العمر
اللي فوق ال 25 تبدا ثقته في نفسه اكثر، يبدا نضجه العقلي اكثر، تبدا اهتماماته تتشعب، بدال ما يكون الاهتمامات في المظهر الخارجي صارت اهتمامات، بدال ما يكون في نفسي يصير اهتمام في الاخرين اكثر. طيب بس في شغله ما بتلاحظ اوقات الامراه لما تكبر بتصير تقول انه انا كبرت ممكن اشوف وحده ثانيه، يعني بتكون هي يعني مثلا تهتم في نفسها. انا عارفه بس بيجيها هذا الشعور اي طبيعي اذا مزبط حاله هيك ما بتحب بنات صغار يشوفوه. طبيعي عند المراه يصير كذي، بس ما يصير عند الرجل ترى. يعني ما يصير عند الرجل ان انا كبرت مرتي راح تشوف غيري. ايه بعرف هلا، لان هذا التكوين العقلي عند المراه يختلف عن الرجال. ما هيدا هو. فعشان كذي انا قاعد اقول لك من البدايه الاساس بالعلاقه مو هذا الاساس، مو الاساس الشكل او المظهر. الاساس الشكل والمظهر مهم مثل ما قلنا، بس الاساس هو الحب، الروح بيناتهم، التقبل، التكيف مع بعض، الالفه بينهم وبين بعض، هذا الاساس العلاقه. اوكي، في عندنا هلا اتصال على الهواء مع مصمم الازياء سعد الدواس. مرحبا. اهلين، هلا سلسل، شو الاخبار؟ تمام؟ صفاء، الله يسلمك. مو تقولون صفاء؟ اهم شيء صفاء. خبرنا شو رايك. انت قلت لي تحت الهواء انه مزبوط هيدا الكلام، بصير شيء بتشوفه حواليك؟ والله شوفي، هو متى يصير السؤال؟ بعض الازواج تحسينه انه هو الكشخه والتانق واهتمامه بنفسه يصير للمناسبات بس. اوكي، يعني على طول شكله اقل من عادي، على طول مظهره مو من اهتماماته اللي بالدرجه الاولى. فيوم ما يهتم تشوفين المراه فعلا يعني ايش عنده، شايف له شوفه. ومتى اذا هو يعني سوري ها، اذا هو غشيم. كيف يعني؟ اذا هو غشيم بطبع المراه، يعني مثلا خليني اقول لك، لو متعود ان زوجته تحب عليه الوان معينه او تحبه بلوك معين وشافته اكستريملي ابتعد عن هالذوق وراح لذوق ثاني، هني يصير عندها ذوق منه هذا. يعني هلا انت عم تعطينا تبس يعني. اي اعطيكم الغلطات يعني. بالنهايه لازم اضبط حق ابناء جنسي. يعني ما مش دغري تغير الذوق. تبي تكشخ من نفس المنظومه، يعني هي تحط عليك دشداشه شتويه سوداء، لا تروح حق الكحليه. اوكي، البس الدشداشه السوداء وضبط الباجي. طيب، فانت بتقول المراه لما تحس انه الرجل غير ذوقه بالملابس هون بتصير تقلق هي. ومو بس كذي، احيانا يعني ما تكون بس غيره او خوف لانه لا يشوف غيرها او لا يكون في ذوق غيرها، احيانا يكون نوع من الحميه على نفسها، على نفسها. يعني طيب ما هو معاي بالبيت ولا مهتم ولا شايف شكله شلون، حتى لبسه بالبيت اقل من عادي او مبهذل. يوم ما تشوفه راح للنقيض ويعني قام ينقي كل تفاصيل لبسه، تكرمون من الشوز للغتره، هني هي يصير مو بس غيره، يصير نوع من الحميه على نفسها. طيب ليش مو قاعد يكشخ قدامي؟ ليش مو قاعد يكشخ معاي؟ وهذا للاسف ترى الرجال الشرقيين 90% ان كشخته لمرته او وجوده مع مرته يصير هذا من المسلمات، يعني عادي ليش اكشخ لها؟ انا كل يوم قدامها. طيب يعني انت ردة فعل المرأة بهالحالة بتصير تقول له انت ليه لبس هيك، بتهلكوا تليفونات، امتين هترجع، اي ساعة جاية، هالقصص صح؟ هذه مسالمة اللي تسوي كذي. مسالمة؟ اي والله العظيم بتسجل. في حريم اذا شافته كاشخ حيل يا اما تنكد عليه قبل الطلعة. ايه كيف يعني بتنكد عليه؟ يعني مثلا والله شافته كاشخ وداق الريشه وواصل حده وهو طالع، تعال ولدك درجاته ضعيفه بالكيمستري ويبي له مدرس وحجزنا له مدرس بعد ساعه لازم تروح له. شو سعد الهيئه سايره معك الشغله؟ لا 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 تسل علي، انا لا ازال اقول انا لي 22 سنه بشهر عسل، وكافي ان انا مصمم ازياء ويعني عايش مصمم ازياء ناجح. اوكي. بعدين سلسل خليني اقول لك شغله. الريال اذا قدر يوصل لزوجته ان انا اشوف جنس المراه كله فيك وانت اللي تمثلي لي المراه بكل اشكالها، هني هي من داخلها تطمئن. فالمقياس يعني ابعد من كذي شوي. فاذا شكرا لك سعد الدواس، شو رايك بهذا الكلام احمد الملا؟ اتفق معاه 100%. مثل ما قلت لك بالبدايه ان
تزين الزوج ليس فقط خارج المنزل، لازم يكون داخل المنزل حق زوجته بعد. مثل ما انت يا ريال تحب تشوف في وايد رجال ما يدرون، يمكن ما يدرون ان نظره المراه او الزوجه لزوجها نظره تبي يعني تنجذب له اكثر او تعجب فيه اكثر او تتغزل فيه، لكن ممكن المراه بطبيعتها تكوينها ما تحب تعبر عن هالشيء، ايه ممكن اسباب اجتماعيه لا كذا، لكن هي تحب بالعكس. فالحلو ان الزوج مثل ما هي تكشخ له داخل البيت او تتزين له، هو كذلك يتزين لها. ما قاعد اقول ان انا شيء مبالغ فيه، ولا هي بالنسبه لها كزوجه تكون شيء مبالغ فيه داخل البيت. يعني ما يكون لبس برا حق البيت، لا طبعًا. ما يصير، ولا لبس داخل البيت حق برا، لكل مقام مقال. كذلك الزوج، يعني البيجامه تكون نظيفه مرتبه زينه انيقه، ايا كان نوع البيجامه، ما بيحدد نوع معين. اللبس بشكل عام يكون مرتب، يكون جذاب، يكون يعني يجذب، يبين ان انا قاعد ابين، يعني انا مهتم اتزين لك مثل ما انت تتزينين لي. طيب استاذ احمد الملا، نحن رح نكمل معك بعد شوي، اما هلا رح نطلع بريك صغير ومنكمل معكم. ورجعنا معكم مره ثانيه وموضوع الحلقه، هل الزوج او اناقه الزوج بتختلف من بعد الزواج؟ بدي اخبركم خبريه. لما كنت عندي سفره كانت من اسبوع، فتعرفت على سائق يعني اللي هو كان عم بيوصلنا. هو قال لي صار له تقريبا سنه متزوج مع انه اجنبي، وطلع له شويه كرش، اوكي؟ فعم بيقول الحق كله على زوجتي. ليه؟ لانه هو بيرجع اخر الليل بتكون هي طابخت له، فبتزعل اذا هو ما اكل، تروح بتاخذ بوز. ليش مش معجبك الكلام؟ طبعا لا. ليه؟ ليش؟ لان اول شيء الحلج حلجك مو حلج زوجتك. يعني من اللي يفتح حلجه وياكل؟ انت اللي قاعد تفتح حلجك وتاكل. أوكي. فلا هذا القاء لوم. لا هو لما ما يقول ما بدي اكل هي بتزعل. يا اخي رتب نفسك، اكل بدري. الاكل طبعا ما يصير متاخر، مو زين. اكل بدري، ولما ترجع بالليل قول لها ان تسوي لك اشياء خفايف، وتاكل اشياء خفايف، ما تضغط على نفسك في الاكل. لا فرجيك انه انا معي حق. وعلى موضوع الكرش والكرش الموجود كمان، خلينا ناخذ ابو محمد على الهوا هلا. الو الو ابو محمد، موجود معنا؟ اهلين، مساء الله بالخير. الو مرحبا. هلا حياك الله، مساء الله بالخير. شو اخبار الكرش؟ اوه يعني ما تحسسيني بالمعاناه انت. خبرنا شو القصه. والله قصتي انا بسيطه جدا، بس اول تحيه لك وللمشاهدين. شكرا. الكرش هذا معاناه الرجل اذا يطلع له كرش. انا والله كان جسمي رشيق وحلو وكذا، لكن تزوجت وحظي يعني ما ادري زين ولا شيء، ان المراه طلعت طباخه. فكانت تحط لي من هالمجابيس وهالمربيه انه هالشغل عدل زين، واكل اكل ترى جسمك حلو، اكل اكل. طلع الكرش الحين بس كافي تقول لا مو صدق، تقص علي. دير بالكم نصيحه، لا حد يسمع صوت زوجته تقول لك جسمك زين وكرشك زين زين، ترى تبي توهقه. وكل وكل والله، والكرش هذا كرشك حلو، كرش تجار، كرش الكباريه، هي كرش كبارية الله يهداك. قلت ما اقدر اتنفس. وقد ايش صار لك متزوج؟ انا 10 سنين تقريبا. والله كان تزوجت عمري وزني 70. ما في خلال سنه، والله جدك خلال سنه صار 120. طيب انت بنظرك هي كنت عم بتخطط لهالموضوع؟ ما انا قاعد اقول انصح اخواني الرجال شباب، ديروا بالكم اذا زوجتك تحط لك المشابيس ولا كل الطيب ها وهالمطاعم، ترى ما تبي فيك الا تضيعك. كرمال البنات ما يطلعوا فيك صح؟ ما يطلعوا فيك. انا قبل والله ترى انا حلو، عيوني زرق، شعري طويل، بس الحين البنات ما تطالعني كلها بزبة الكرش. شكرا شكرا لك. شو رايك استاذ احمد الملا، هل فعلا بعض السيدات هذه اعتقادات المجتمع؟ يعني في بعض البنات في المجتمع يقول اسهل طريق للرجل بطنه، فوكلي لحد ما يكون ولاء التام لك انت. أوكي. هذا هاجس عند الزوجه ان زوجها راح يشوف احد غيرها. مو صحيح ترى. مو شرط. يعني لا تعيشين في عقده النقص هذه، انه ممكن يروح وتسوين اشياء مبالغ فيها لانه يمكن يروح منك. هي بتعمل هيك يمكن كرمال الفرص تقل عنده. مهما بذلتي مجهود، لو مهما بذلتي مجهود، اذا هو يبي يلعب راح يلعب. شنو ما سويته، فراح تشوفين المجهود اللي سويتيه كله على الفاضي. كل لما يجوني احد باسباب خيانات ما خيانات يقعدون يكلموني على هالشغله، انا سويت لو سويت لو سويت. اذا ليش سويتي له؟ حبا فيه
ولا سويتي له حفاظا عليه؟ لا سويت له حفاظا عليه. اذا ما حد قال لك تسوين هذا كله حفاظا عليه، هو يعني هو خلاص هو لعاب، انت ما له داعي تبذلين مجهود زياده علشان توقفين اللعب ماله. طيب في عنا كمان اتصال ام بدر، بدي وجه تحيه لام بدر. ام بدر هي اذا بتذكرها بوقت الراديو كانت صديقه البرنامج، وهلا لما عرفت ان احنا هون كمان صارت صديقه البرنامج. مرحبا ام بدر، هلا فيكم، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. خبرينا ام بدر، تحيه لكم على هالبرنامج. شكرا لك. خبرينا ام بدر، شو رايك بالموضوع؟ والله شوفي الاخ الاستاذ احمد ما قصر، الاستاذ سعد ما قصر، والاخ اللي اتصل ما قصروا، وفوا وكفوا. انزين، لكن انا عندي نقطه واحده. الموضوع هذا بس يدور حول المرأة الغيورة. المرأة الغيورة هي تكون السبب، لكن مثل ما قال الأستاذ أحمد الريال هو هذا بطنه، وهذه هذا حلجن، يعني هو اللي راح ياكل. اوكي، يقول ما اقدر اكل بس وخلاص، يكتفي يحافظ على، يعني قصدك انه ما يضعف قدامه وهو يحط حدود. اذا المرأة غيورة راح تغير في الريال كلية، من حيث جسمه، من حيث اسلوبه، تعامله مع الناس، كل شيء تغير المرأة الغيورة. عندك قليلة ترى، لا يحطون اللوم على غيورة ولا شكاكة، الاثنين نفس الشيء. لا الغيورة بالعكس، الشكاكة أنا أتفق معاك. إيه مو الغيرة تي بالشك. لا 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 لا، الغيرة شيء صحي وشيء مطلوب وشيء أصلاً جميل. الغيرة هو حالة ممتازة تصير وضرورية أنها تصير، بس الشك هو اللي شيء مو زين ومرضي ويسبب هاجس عند المرأة، إنه ها ليش لابس كذي، منو كلم، منو قاعد معاه، وين راح، وين، هذا شك. لكن الغيرة إني أنا واثق. بس استاذ احمد خليكي على الخط. ام بدر، اوقات المراه غيرتها مش انه شاكه فيه، بس بتحبسه، يعني بده تكون بس لها. شنو الغيره؟ هذا تملك. شنو هي الغيره؟ ما هي الغيره، خلينا نعرف الغيره. الغيره ان انا ما ارضى ان احد يشوف، او يعني هذه الانسانه ما بي احد يتعرض لها. الشك اني انا عندي ما هو شك. ايه ما كرمال ما حدا يتعرض له ماشي. بتخليه ينصح، بس انا بس شنو، لا لا لا، بس انا واثق، لا 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 لا، بس انا واثق او واثقه في هذا الرجل. الشك اني انا مو قصه غيره، الشك اني انا مو واثقه فيه. الشك يعني شنو؟ يعني عدم ثقه. شو رايك ببساطة. شو رايك ام بدر بهالكلام؟ لا انا اقول ان هي درجات، الغيره تبدا وبعدين وراها الشك راح يصير. المرأة اللي تغار ممكن توصل إلى درجة الشكوك. يعني إذا في علامة استفهام عند الزوج، إذا في غموض أقصد. أم بدر، أم بدر قبل ما نختم معك، عندك شي حالة حابة تحكي عنها؟ لا والله ما عندي، بس إن يعني هي عامة موجودة في المجتمع كله. اوكي، شكرا لك ام بدر. خبرنا، وايد مهم الموضوع. اي يلا، الغيره شيء زين وشيء راقي ومهم اصلا. اوكي، يعني احيانا النساء يسوون حركات عشان تظهر غيره الرجل. تمام، الرجل كذلك يستانس على غيره زوجته عليه، ان انا غار عليك، انا ما ارضى احد يتعرض لك، ما ارضى احد يقرب لك، ما ارضى احد ليك. الرجل اللي بينبسط بالغيره بحاله وحده شنو؟ اذا كان ماشي ما عم بيلعب، بس اذا كان عم بيلعب وعم بيخون بيتضايق من غيرتها. شو بصير بيقول؟ لا لا، بيقول انت طول الوقت شو الغيره الاوفر هيدي، لا لا بعرف شو. انت المشكله هني شنو؟ ان انت قاعده تقولين غيره وتعرفينها كشك، وانا قاعد اقول غيره وقاعد اعرفها كغيره. اوكي، بس اذا المراه عم بتغار حست انه رجل عم بيحكي مع في حدا تاني بحياته، هذا شك، هذا مو غيره. لا بس ما هي عرفت، هلا هو عرفت، هذا مو غيره. هو لو ما عم بيعمل غلط مفروض يكون سعيد بهالغيره، بيقول انه غيراني علي. الشعور بس هو بصير يبرر، يعمل حاله انه هو يا لطيف تضايق. اتكلم أي اوكي اتكلم. الغيره حتى لو كان الشخص لعاب، شعور الغيره يونسه ان زوجته تغار عليه. حتى لو كان لعاب، الشك هو اللي ضايق.
لان الشك يسبب ازعاج. الشك ممكن يوصل ان هي تحط شيب بسيارته وتتجسس عليه وين راح. الشك ممكن تقعد تطلع وراه بالسياره وتراقبه. الشك ممكن تقعد تتعبث في تليفونه. الشك ممكن تقعد تسمع له وهو قاعد يتكلم بالتليفون، تحط عينها على التليفون وتلقط الباسورد مال هذا. الشك هذا مو غيره. الشك يعني مقابلها شنو؟ مقابل الشك لغويا عدم ثقه. إيه؟ الثقه انا عارفه، بس انا بدي قبل ما نختم موضوع الغيره لانه إيه؟ بنفوت على محور ثاني. اجمالا انا مثلا لما اكون عم بعمل شيء غلط وحسيت شريك حياتي غار، لحتاني انا امحي الغلط تبعي بطلع فيه بالعالي وبقول له درى ان انا غلط. الحدس هذا حدس بيكون بالانسان. تجي غيره بتصرف معين، كلمه معينه انقالت، بحس انه في شيء غير الطبيعي. مو غيره، سميها اي شيء ثاني، بس هذه مو غيره. لما زوجتي تعرف مثلا ان انا على علاقه مع واحده ثانيه، كذي قصدك انت؟ هذه مو غيره، لا. هذا خلاص، هذه تهمه. طيب انا هذه مش هناقشها كثير فيها لانه لازم نختم، بس بدي اقول لك بعد شغله. في عندنا شغله ثانيه بتخلي الرجل عدم الاهتمام باناقته، ممكن المسؤوليات اللي بحياته اللي زادت. تبي الحين نتكلم فيها ولا لا؟ لانه خلص الوقت اللي أوكي. هي هو نحكي أوكي. فيها على السريع. اوكي، اللي يخلي الانسان الرجل تحديدا انه يقلل اهتمامه في المظهر الخارجي وفي اناقته وفي الاشياء هذه، اللي يخليه ما يهتم في هالشغلات او يقلل اهتمامه في هالشغلات، هو المسؤوليات متطلبات الحياه، الدوام، توفير يعني وضع مناسب حق الاسره من حيث الماده. زين، مو غلط هذا. خلي يكون اولويه في الاعمار المتقدمه، لكن لا ينسى هني تنظيم، هني حق تنظيم الوقت. لا ينسى نفسه، لا يخلي هذه الاشياء متطلبات الحياه تلهيه عن اهتمامه في نفسه، عن اهتمامه في صحته، عن اهتمامه في مظهر الخارجي. حتى نظام اكله بيكون غير من كثر المسؤوليات، بياكل اي شيء سريع. هذا من واحده من علامات القلق او الاكتئاب. فلا لا يصير يخلي الاشياء متطلبات الحياه هذه تلغي او تلهيه عن ان اهتمامه في نفسه. فلازم يكون في بريك، في عندي بالويكند مثلا، في عندي اخر الليل، نهايه اليوم يعني، اقعد مع زوجتي واكون متانق وكامل. طيب استاذ احمد الملا، هلا مضطرين نختم، حابب تعطي نصيحه للرجل او المراه يلي ما بتحبه يهتم بمظهره بعد الزواج؟ نصيحه للرجل، ما راح انصح المراه أوكي. ما عندي خوف عليها. 2017 احنا نصيحتي للرجل، تزين لزوجتك مثل ما تتزين برا البيت. ضروري جدا انك انت تتزين حق زوجتك داخل البيت. داخل البيت اوكي، انتبه على ملابسك أوكي. على نظافتك الشخصيه جدا مهمه. شكرا لك الاخصائي الاكلينيكي استاذ احمد الملا. انا سازدال، بشوفكم الاسبوع الجاي مع هي وهو. اما هلا بنرجع مع غنيمه وفيصل.